وبينة لفريق برشلونة هجوميًا، والهدف مسألة وقت. كرة الهدف الأول، الهدف الأول مسألة وقت كما قلت في لحظات سابقة لهدف الافتتاح والسبق لبرشلونة عن طريق كارلس بوسكيتس. إذا تتغير نتيجة المباراة في الكامب نو. كارلس طبعا والده حارس المرمى سيرخيو بوسكيتس. بالراس ويحط كرة في الشبكة. سيرخيو بوسكيتس رغم أن المدافع اللاعب رقم 15 بورخا هيريرا كان يعيق انطلاقة وارتقاء الرائع سيرخيو بوسكيتس، والكرة في الشبكة والنتيجة هدف أول. هل يعتبر تاريخيا أول أهداف برشلونة في مرحلة ما بعد الاستقلال؟ الآن الفارق 5 نقاط مع البارسا. برشا كرة ميسي سواريز، انيس تحلوها برشا وراكيتيتش، والكرة ركنية. فرصة الهدف الثاني مرة أخرى ومن جديد ضاعت على البارسا. كرة أخرى لبرشلونة، فارق واضح جدا في الإمكانيات. البارسا وقت اللي يحب يلعب يلعب، وقت اللي يحب يلعب يسجل. شوف الكرة ممتازة جدا من رسام انيستا، ريشة أخرى، رسمة أخرى في تابلو آخر من تابلوات الرائع والساحر المايسترو انيستا. يضرب بالراس، كرة خطيرة، ميسي، وفرصة كبيرة ضاعت على البولجا من جديد. ليونيل ميسي كان قريب من الثنائية. فالفيردي يريد الاطمئنان نهائيا على هذه المباراة. ركنية لبرشلونة، كرة تحولت وجهتها. ركنية أولى جابت هدف، ركنية الثانية قد تحسم المعركة والمباراة. ترجع كرة من ليونيل ميسي، يحاول يغسل كرة، ضغط دفاعي وتكتل دفاعي ناجح. أسامة طنان يغسل كورته ومرتدة، تمشي الكرة عن طريق ميسي، يلعب ليونيل، حط الكرة جرا بيكي يلعب راكيتيتش، يجري الكرة في الأطراف عن طريق دينيس سواريز. كرة من سواريز، دينيس حلوة برشا، ميسي، والهدف الثاني، للبرسا في 10 أهداف البولجا. ليونيل ميسي جول. فالفيردي يطمن، البرسا يهني، مبروك الربحة وهارد لك يا باكو. 2-0، قلت كل ما البرسا يرفع في نسق المباراة الفوارق جلية. فما فوارق بين الأرض والسماء بين برسا ولاس بالماس. شوف الكرة من دينيس، الباس وطلب الكرة فماش تسلل، ممتاز ولا أروع. ميسي يفلت ينسل من الأكس من المحور ويحط الكرة. 2-0 ليسجل لمحور الحلفاء وحلفاء كاتالونيا. 2-0 للإف سي برشلونة. 2-0 ليونيل ميسي. مراوغة ممتازة عدى الحارس تيتشي زولا، يحتفظ بالكرة برشلونة في ماتش أمن نقاطه رسميا نهائيا بالهدف الثاني. ميسي وفرصة، وميسي والهدف الثالث، ميسي يواصل التحليق، ليو يواصل الإبداع، تهبط الشر، يواصل شره في ملاعب المستديرة. الهدف الثالث للبرسا هو ثنائية ليونيل ميسي، هدف رقم 11 في الليغا في أول 7 جولات. ضمن ميسي صدارة الهدافين في البيتشيتشي دي لا ليغا. هدف ثالث، كرة واحدة تطير روعة، المكان السليم، انطلاقته شرعية وصحيحة وقانونية، فماش تسلل. والبرسا الثلاثية، شوف ميسي وقت يعمل الاكسليريشن يوصل للكرة ياخذها، ومرة أخرى يأكد أنه غير عادي هذا.